وتحيه لكم المتتبعين ديالي العزاز، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمناكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الظروف وصحه طيبه ان شاء الله يا ربي. جيتكم بنهار جديد وفيديو جديد معايا العربي هذه المره، مرحبا بكم. تحيه العربي، تحيه المشاهدين، متابعوا معنا ولا تنساوش ديروا جيم جيم ديما لي لايك لي لايك ملي تكملوا الفيديو. المتتبعين ديالي العزاز، في الدوره جات هنايا عقلت كانت الصيف، في اول الصيف تبارك الله عرفتي كان كله مزرجر بالورد، كانت داك تنوض ورد بيض واحد كتنوضو في هذا اللون هذا. وهاد الورايده الزوينه نهدى للناس الزوينين، نهدى لكم انتم المتتبعين ديالي العزاز. غنديم دوكا اللي تدي لكم الورد وبقى معنا حبايبي حتى الاخر. دابا حنا غادي نمشيو غادي نخدم، هاد الايام كلها غنخدمها في بلاصه ناعمه، داكشي كتقري ناعمه يوميا غنخدمو انا في بلاصه المتتبعين ديالي العزاز. اي الله يلا القرية واحد الوريضة بيضاء بالمساعدة ديال العربي. في الفيديو اللي شفتو قبل كان معايا هيثم ودابا معايا العربي، ومرحبا بكم شجعوا العربي. عربي شوفو الفرق ديال ناعمه دابا، راني غادي دابا على ناعمه اختي نعمه الله سي من جد عنها الله فيهم مزيان. من عجل للمساعدة ديال العربي، ما عليكش العربي هذاك بلاد الشرا ديما نعمه مسكينه كتقضي يوميا بحال هكا. الناس تاع القرية راهم حنين، مساك الله يكون في عوانهم والله العظيم. حنا كنا نشقو غير شوية في الدار تنضو الجفاف ولا العجينة الغدا كنديرو لها ضربنا تمارة. يخافو مني نتبرمو عليهم ان شاء الله. ما غنخرج انا نحيد دابا باش غيكون ما نسينيش. شفتها العربي عام تحيات عاد جا شربو. خليتوش نعاش كثر العربي علاش؟ باقا شي حاجه فيه ولا هادشي اللي بقى؟ ماما عافو شتي عافو الماء شافو فيه تبن ماكله بزاف عالف غلاياك. الله يكون في العوان الله يرحمنا يا رب تعطينا الستة والربع ان شاء الله. ماما شوفي شوفي كي عافو الماء. انتم المتتبعين اللي شفتو في اول فيديوهات راه كانت تبارك الله عندهم الغلب بزاف، ولكن مساك الله يكون في العوان. العلف غالي والنخال عليه غلات وكل شي غلا، مساك مقع حيدو نباعهم خلو غير شي حاجه قليله. شربوا شربوا الماء شربوا، خلوه ليما نمشيو عندو الاخرين. شو شو هذاك اللي ما تنعطاهم التبن؟ جيب لهم التبن غداو يوردو معاك، يوردو يقدر يوردو نهار نهار. تحية مصور العربي دخلوا حطوا لي في ديك الجلده ديالك العربي تبارك الله عليه. راه هادي من هنايا ياك اه تنسى احطها صاينه راه ما يعرفوش شنو ندير. علاش نساعدهم بحال هكا باش نبغي نديرها؟ نشوف الاخرين ياك نصدوا عليها باش ما يهربوش. عرفت الا هربوا العربي باش ما يشدهم حيت كاين غير مقلوب وسارفين ما كيهربوش اخويا خرجوا شحال زوينين تبارك الله. نبعد منهم باش ما نحرجهمش، خافوا مني. حساك انت هادو في عام العطاش هادو باغي نشربو مساكن يمشي بزاف واردين يامس يعني نهار وربون. سبحان الله الغلا ما كتشربش الماء بزاف بحال كنخافوا اللي يبقى شي واحد عاد شايل شويه كنبغوا نوردو. تخاف مع الحراره ضروري خص الدوار لما الماء صافي، اللي بغى يشرب يشرب اللي ما بغاش يشرب خافا. الدجاج شنو خصهم حتى يشرب برك الله عليهم. لا تلعبوا فيا
في الدجاجة. حسنا تبغى تهرب. اش كاين؟ ندير لما ما درنا الكنار في داك الفيديو الجديد اللي صافق والله يسدسد درنا الفيديو اللي درنا الاول شدت الحين على جناح باش مابقاش طاير تبي دري وشا هو خوتي بعد ما ودو العيجات خافوا كاع ماكش العيجات اخرى انا العرضي هادو هنا فين هنا يا بسم الله وحدادي بعدنا وردون نعيجة شربوا الماء تعرفي مشكور اللي عيط عليه كان مساعد ديالي مشى شوف هاي تم دابا حبس نعاجة هون بوق باب محلو تنجيب لهم التبن صافي دابا غنشوف نقلب لهم التبن دابا كيقولك حتى الباستا وحده دابا جاي داك البال تاع التبن كيكونوا فيها كشكرطوفه وهذا راه فيها بزاف غير متكوكه ملي كتفكها كاين فيها بزاف ملي كتفك شوف العجوله جالسه يلاه على راحه فرحات ومدرقين على الشمس كان راه حتى كنجات مسخانه وحدادي على حراره كاينه على صهدين الله ينجينا ويجيكم من صهد جهنم الله يعفو يا ربي نسمعكم من عنده كلام هنا هادي ياك غنشوف ها هو تاب بزاف تكون بارك الله شتا كيكون تاع كون بنت هاد الساعة من بغي ياكلو ياكل بسهولة ميتمحنوش غنصبر شتي شحال عطاتهم حيدو لهم هاد الدوام هنايا كيفاش هاديك البيضة بيضة مولاتها في الأرض مولاتها في الدجاجة في الأرض لا سير غنمشي نسدو على هادو نثبتو سير حيدي من الفراغ إوا حبابي عود ما سالينا عرفتي كان الحرارة منقولش ليكم المهم ردد العيجات جبت ليهم التبن كيف كتشوفو قطعت الساعة ديالي المكانة خصكم دوكا ليها هانتو باش غنهز برميل ضربتها مع المهم مع شي حديدة ولا شناهي قطعت غندير هنا تندى المول ماكنة صايبها ليا خرجت فيا العين المتتبعين ديالي العزاز عيط راسي دابا غندي هاد البرميل عارفة عيط عليه شي حد ومشى مبقاش عاود رجع غنهز وقت طيب بالماء ونعود لاصقو ليه ولي كيوري لي العربية كيقولي شنو ديري شنو ديري ومشى مبقاش ولا نشوفوا لي عاد البهايم نشوفوا واش ورد ولا مازال صبرت ديك المرة شتا هبط لها شوية ديال كان غارقة بزاف الله يستر طاحت على شي حد يا ربي السلامة غارقة المهم غارقة نشربو شعب مسعودة توحشنا سعودة فهمتو عليك مقاتلة غضبان عليك مسعود قال لك شحال ما بقاش يجي شي شفتيني ها غضبان عليا مسكينه شوفي ها 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 اسمع ندخل عند الدوز واش ندوز لك داك لاصق تنزل عليا شي ركلة هذا كان موش انا من الهين بس واحد المره كنت غادي مراج دار بحال هكا غادي تنزل عليا برجلها ركلاتي ماشي حبيبه مسعوده جي جي هاي هاي ما نالت هل دور كاميرا ماشي
هي مسعودة. شو هيك تشوف؟ قلت تحية المتتبعين. قال باقي ما ولداش ياك؟ لا باق. من تولد ان شاء الله غادي نحلبها هذه المرة عاود ثاني. وناخذوا البين الله عطانا شي عام زين ونوض الربيع ان شاء الله. بكل خير موجود بقيرة تشبعوا. ونشارك معاكم عاود ثاني شي شكوية لالا. تاعت اللبن عامرة باللبن والزبدة تبارك الله اللهم بارك. الله يرحمنا الخير غير مع الشتا المتتبعين ديال العزاز عاوتاني الناس والبادية دابا محنين. الشتا مصباتش والعلف غالي وكلشي غالي مساكن التبن غشر وغالي تما كعرفنا هاد العام كان الجفاف راه تقريبا في المغرب كله البلاط تاع التبن دابا دايره 40 درهم. الله يرحمنا يا ربي وتنزل الشتا وينوض الربيع وشبعوني مبارد النعاج مساكن راح يكون تقهروا قالك بالمشرة تاع العلف والتبن غالي وتكرفصوا بزاف باعهم بقى له غير شي حاجة قليلة اللي شفتو شربنا من الماء وعطيناهم التبن والبهام تما نقصوا منهم. ايوا هذا هو اللي كاين احبابي الله ينزل الرحمه من عنده ويلطف بينا يا ربي على وجه هاد البهام ساكن ما تهضروش الوليدات الصغار يعني ما حنا في عندنا الله يغفر لنا وصافي والله نتمنوا من الله ما يحافيناش. قلبوا على البيض كنت شفتها كنتفكر ديك المره كان البيض تفطلو موجود. شو الزريبه ديال النعاج ساكن بقات خاويه هانتو هاد الزريبه راه كانت عامره دوري دور الكاميرا شوف ساكن انت هذيك ديالهم هاد الزريبه راه كانت عامره متتبعين عامره تبارك الله بالغلم الحواله والنعجات والخرفان ولكن مساك الله يكون في العوار راه متقهروا قهروا بزاف الغلا العلف بزاف من الشتا باقا معطله والتبن تا هو غالي بحال دابا مساك مقعد ماشي نعاج الغلا راه مديرهم تما كتشفتو معانا المتتبعين ديالي العزاز الله يلطف من عشرة واحد الحراره راه ما نقولش لكم بدايه الصيف ما كانتش بحال هكا الله يرحمنا ونزل لكم العدو يا ربي يا ربي. ايوا حبابي العزاز العربانه باش ما بقاش ولا انا ما عرفتش حيتكم دوكا اللي راه تلفت ما عرفتش شنو ندير ما عرفت لا نقدم ولا ناخر كان كيوريني كيقول لي ديري هنا ديري هنا سير اجي وردي يلا مشو نقلبوا على البيض نقلبوا البيض مشو نقلبوا عليه لقيت بيضه وحده قبل بحق فين تبان حدا التبن ما قلبتش لا كنت غادي نورد انا العرب نعجب ولا نبقى قدام في الارض هزيتها ما كاينش حيتو كيكون في الربيع وكيكون يلا نمشيو لديك البلاصه فين مولفين نمشيو نلقاو البيض فين ديك البلاصه كاين تما تبانو بان كانار تما عرفتي علاش البيض قليل حتى الدجاج ما شبعانش دابا العلف غالي وداك السرع غالي يلا نمشيو يلا كاينش الربيع لا ياكلو البيض وانت كنجي لنا قلت انا تتبعين ديولي العزاز هنايا كانت واحد الكناره قرقه قالك تبارك الله خرجات قصات البيض ولا عبد تبارك الله وليداتها صافي كنضربي كنعاود نضربي والعرب ما عرفتش عيط عليه شويه واش تيصاطو ما فاش ولا زيد هاد الدكري ما عرفتش شنو غادي ندير الله ايوا حرت تكون الدكري عيات الله يا ربي عاد الكوارث على الدهيم جينا لهنا المهم احبابي ما عينا من التصوار عيت الصراحه ماشي ما عيتش ما عيتش من وجهكم الزوينين اما التصوير سخفت من قبيله وانا كنجري المهم تابعونا ان شاء الله الفيديو الماجي غيكون شي فيديو زوين اللي غيعجبكم ان شاء الله وما تنسوش ديما دعمونا باللايك والبارطاج وتفعيل الجرس باش توصلوا كل جديد بتتبعوا عندي وريد عزاز شكرا على المتابعه ديالكم وشكرا يتوحشكم بزاف 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 اللي كانت واحد الظروف شويه ما مساعدانيش كنت عيانه شويه ولكن دابا انا الحمد لله انا غنرجع لكم ورجعت لكم من جديد مرحبا بكم وسلام عليكم